مين في جيلي بالكامل ما كبرش وما استمتعش بموسيقى عمر خيرت؟ جيلنا كله أظن يعني لا أظن إن في واحد فلت. الكل كبر واستمتع وجزء كبير من وجدانه تشكل بموسيقى عمر خيرت من قبل ما يبقى في حفلات كبيرة لعمر خيرت واحنا نسمع الموسيقى بتاعته في المسلسلات وفي الأفلام، ونجري على المحلات اللي بتبيع شرائط الكاسيت. كانت زمان شريط بقى ظريف كده، نجري نشتريها علشان نشتري موسيقى عمر خيرت. أنا فاكر لما اشتريت من مصروفي ألبوم كان اسمه وهابيات جديدة، رؤية عمر خيرت لموسيقى عبد الوهاب. يا خبر أبيض على الجمال والطعامة والحلاوة. أتذكر كويس جدا مسلسل اللقا الثاني الله يرحمه يا رب الأستاذ محمود ياسين ونجمتنا بوسي وموسيقى عمر خيرت وصوت علي الحجار في التتر. يا نهار، طبعا بقى مش هقعد اكلمك على قضيه عم احمد وليله القبض على فاطمه وغوايش وهويد الليل، يعني انا ممكن اقعد اسمع لك كل مقطوعات موسيقار الكبير العظيم عمر خيرت اسمعها لك عادي. النجاح المبهر للحفله بتاعه الحفله الاخيره للموسيقار الكبير عمر خيرت العالمين الجديده لم يكن مفاجئا، لانه كل مره النجاح مبهر واكثر ابهارا. انا فاكر مره من كام سنه كده حفله عمر خيرت يوم كذا، كان مثلا فاضل يجي اسبوعين، كانت في دار الاوبرا في المسرح الكبير. اني اعرف اجيب تذكره كومبلي، اسوق طوب الارض كومبلي، لانه بمنتهى البساطه ادي للناس شيء حلو وراقي هيروحوا. خلينا ناخد معانا على التليفون موسيقارنا الكبير جدا جدا جدا، موسيقار الكبير عمر خيرت معانا على التليفون. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف. انا استاذ مره واحده. أنا ازاي؟ انا مش عارف اقول ايه على المقدمه العظيمه. لا لا لا، ده اقل حاجه تتقال لحضرتك يعني انا الحقيقه دايما اقولها للكبار بجد، يعني انا ما ينفعش يتقال لي بصوت الاستاذ عمر خيرت يا استاذ اطلاقا. اطلاقاً اطلاقاً. أنا أولاً طمنا على حضرتك، ده أهم حاجة. الحمد لله الحمد لله، نحمد ربنا كل شيء حلو الحمد لله الحمد لله. أنا كنت بقول إنه النجاح المبهر ومنقطع النظير لحفلات الموسيقار عمر خيرت شيء عادي، بس أنا باخد ده كمنطلق لإنه ناس كتير تقعد تطلع تتكلم على أنواع موسيقية بصرف النظر حلوة أو مش حلوة، مين معاها مين مش معاها، ويقولوا أصل الناس عايزة كده. في حاجة اسمها الناس عايزة كده؟ لا لا، هم مش عايزين، هم اللي بيروح لهم عامل كده بس، اللي بيروح لهم عامل كده. إنما يعني موجود الفن الجيد وموجود الفن اللي مش جيد. حلو. ولا يصح غير الصحيح في الاخر يعني. انما ما تقدرش يا استاذ يوسف تمنع ابدا اي حد حاسس ان هو عايز يفن يعني. ماشي، لازم يخش التجربه من حقه. وفي الاخر اللي بيستمر هو الشيء الجيد، والعمله اللي مش جيده الغير جيده يعني بتروح في حته ثانيه، هتطرد بتطرد. استمرار الحاجه الجميله هو ده اللي احنا عشنا عليه في الفن في مصر. يعني الناس العظيمه اللي سبقونا وعايشين لحد دلوقتي معانا، ايه سببه؟ انها حاجات صادقه، فن صادق لازم يعيش. اي حاجه فيها صدق لازم تعيش. طيب يعني ده مش 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 اظنه ضروري ان احنا نحاول قدر الامكان ندعم تدريس الموسيقى وندعم صناعه الموسيقى اكتر من كده؟ يعني ندعم الكونسرفتوار اكتر، الكونسرفتوار اللي اسسه الراحل الكبير ابو بكر خيرت يجب انه يدعم اكتر. لازم الولاد يتعلموا موسيقى اكتر في المدارس، لازم معاهد تعليم الموسيقى تكتر حبتين علشان الفنانين اللي بجد الموسيقيين اللي بجد يكتروا، فنقدر ان احنا ندي انتاج موسيقي طول الوقت محترم وكبير ولائق، ولا ايه؟ طبعا طبعا، كلام حضرتك 100% مظبوط،
اتذكر ان في المدارس اللي انا اتعلمت فيها وانا طفل، مش الكونسرفاتوار بقى، كان في غرفه للموسيقى وكان في مسرح وكان في مدرسه حكوميه كان فيها كل الحاجات دي، واستاذ موسيقى اثنين حتى مش واحد، وفرقه موسيقيه، وانا قبلوني في المدرسه دي لانها نموذجيه اصلا عشان موهبه الموسيقيه اللي عندي، وكنت في الكونسرفتوار الى جانب التعليم العام. فكان يعني المدرسه دي كانت بمجموع الاورمان الثانويه يعني. فكان اللي يطلع من اعدادي عشان يخش ثانوي لازم يكون جايب مجموع، لازم يكون متفوق. فانا التفوق الثقافي او الفني او الموسيقي هو اللي ساعدني ان انا اخش الاورمان النموذجيه الثانويه. دي حاجه من الحاجات مثلا، يعني ده يوريك قد ايه الاهتمام موجود. وكذلك الرياضه على فكره، مش بس الفن، طبعا الفن موضوع والرياضه موضوع. حصص التربية الرياضية دي، حصص التربية الرياضية، وكان في ملعب كورة في المدرسة دي حكومية. ملعب كورة زي اللي بيتلعب عليه الماتشات في النوادي يعني، وباسكت وتنس، ويعني كان في الحمد لله ان احنا في الستينات كان في ده اللي بيحصل حقيقة. طبعا احنا كترنا جدا 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 أوي. كبوبوليشن يعني، والموضوع محتاج حاجات كتيره جدا عشان نقدر نرجع للفكر ده. فربنا يسهل يا رب، ويكون اللي جاي في الافكار دي وفي الخطط دي وفي ده، واعتقد ان ده موجود. يعني مثلا زي امبارح مدينه العالمين دي، ده مشروع فعلا، شيء مشروع كبير وشيء يفرح يعني ان يبقى عندنا هذه المشاريع اللي حصلت في الفتره الاخيره دي. ايه اللي عجبك فيها يا فندم؟ الفكره نفسها والمكان نفسه والخيال اللي ممكن يطلع من المكان ده، وبدأ التنفيذ فيه. يعني هو لسه في مراحل طبعا اكتر من كده بكتير. صحيح. ان مدينة العالمين الجديدة تكون مدينة قائمة بذاتها يعني. فالمراحل اللي احنا فيها دلوقتي دي وصلت لمرحلة في منتهى الجمال. يعني شايف المباني دي قد ايه فيها فن ورقي. شايف يعني يتعمل حفلة ساعة الغروب، يعني دي أنا ما عملتهاش قبل كده في حياتي، يعني من غير ما أكون لابس بدلة مثلا. أيوة. في الأوبرا أنا شايف لابس سبور وبينك وبنطلون أبيض، يعني شياكة معهودة برضو، يعني ما إحنا ما نقدرش. الله يخليك. لا بس قصدي البساطة، يعني البساطة. وبعدين لما الموسيقى بتتكلم بتحس إن الناس بتحب بعض. صح. بتحب اللي بيحصل، ويبقى في حاله كيميائيه في منتهى الجمال في مكان زي ده رائع. يعني بقول الحمد لله انه عندنا كده في مصر يعني. انا وده هيكون له هيكون له يعني تطور كبير جدا من المشروع ده. يعني احنا لسه بنقول يا عادي على فكره فيه، وحاصل فيه ده كله، وهذا الكم من الناس اللي بيروحوا الحته دي، والحفلات اللي بتحصل، واهتمام الناس، ويعني حاجة في رواج جميل جدا للفن الموسيقي والفن الغنائي، فده شيء ممتاز يعني. الحفلات الموسيقية والغنائية المتنوعة في العالمين كتيرة وحلوة، بس أنا لفت نظري في الصور وفي الفيديوز، الحفلة بتاعت حضرتك فيها كل الأعمار، يعني فيها مراهقين وشبان وناس من قد كده في سني وناس أكبر وما إلى ذلك. فأظن ده بينفي مسألة إنه الموسيقى اللي من النوع بتاع موسيقار عمر خيرت ما هياش لافتة للأجيال الجديدة، العكس تماما واضح قدامي في الصور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا سيدي يوسف، يعني إنه
يعني الاتجاه اللي انا اتجهته من ساعه ما ابتديت ان انا يعني اشتغل للموسيقى واحبها واستغل الموهبه اللي ربنا اداها لي دي، من ساعه ما ابتديت وانا سعيد جدا بكل التطورات اللي حصلت. وبعدين اللي حضرتك كنت بتقوله يعني ان في اعمال بقالها 40 سنه صح 40 سنة وبتتسمع لحد دلوقتي وبتطلب لحد دلوقتي في أي حفلة. صحيح. يعني حفلات اللي أنا بعملها سواء في الأوبرا أو في أي حتة أو حتى القلعة، قلعة صلاح الدين دي اللي هنعمل فيها حفلة آخر الشهر إن شاء الله. دي حفلة عامة، حفلة عامة للشعب كله، لكل الناس، يعني مش بفلوس بقى. أيوه لكل يعني الناس، لكل الناس بتطلب فيها الحاجات اللي هي عملتها من 40 سنة. يعني في حفلات ما اقدرش اخلص الحفلة غير لما بعض المقطوعات الموسيقية لازم تعزف. لازم. اكتر مقطوعة بتطلب ايه؟ عم احمد مثلا. قضية عم احمد. قضية عم احمد لازم ضروري. زي الهوى. زي الهوى طبعا. يا نهار ابيض. فاطمة ليلة القبض على فاطمة. طيب انا خلي بالك من عقلك مثلا، يعني كل ده لازم يبقى موجود في البرنامج الى جانب الحاجات بقى لما اعمل حاجه جديده ولا حاجه زي كده، انما ده لازم يبقى موجود. شيء مبهر ان الناس تبقى بتقبل كده على النوع ده من الموسيقى، واوركسترا وبيانو وموسيقار كبير هو اللي بيلعب بنفسه على البيانو، شيء مبهر. بس انا بما انه حضرتك قلت من وقت ما انا خدت قرار تبقى الموسيقى حياتي، الجيل بتاع الموسيقار الكبير عمر خيرت كان جيل كون فرق موسيقية كتير وكان فيها تنافس مذهل، وكان بقى الجيل الأكبر مني أنا يعني جيل والدتي على سبيل المثال كانوا بيحضروا كل الأماكن أو يروحوا كل الأماكن اللي فيها الموسيقى بتاعة الحفلات بتاعة الفرق دي. ليه دلوقتي ما بقاش في موسيقى فرق تاني زي مرحلة السبعينات مثلا؟ الفرق كانت بتبقى غنائيه، يعني بيبقى فيها غناء الى جانب بالظبط. هي كانت حاله حلوه. كانت حاله حلوه جدا طبعا. كانت حاله حلوه جدا. هو بقى اللي حاصل دلوقتي ان بيبقى فيه مضاد يعني زي الراب والحاجات دي. اوكي. والحاجات دي متاخده من الغرب، يعني تقليد. تقليد كوبي بيست بس اللغة عربية، إنما الفكرة الموسيقية اللي موجودة خلف الأغاني اللغات دي كلها حاجات متاخدة من الغرب، يعني موضات بتحصل برة وبعدين بتوصل هنا، والشباب اللي بيحبوا الموسيقى وعايزين يعملوا موسيقى وكده بيستمعوا للحاجات دي وبيتأثروا بيها وبيعملوها. طب يعني في اشكال دي ما تقدرش تمنع حد من انه يعبر عن اللي هو عايز يقوله. بالعكس كويس انه يعبر. بالظبط. يبقى فيه. انما المهم الاستمرار، يعني انك تعمل عمل ناجح وتستمر في النجاح. الانجح ايه؟ انه باخد حاجات كوبي بيست من بره وابدا امصرها او اعربها، ولا اطلع حاجه بتاعتي انا، بتاعه مصر، بتاعه الثقافه دي، بتاعه المجتمع ده؟ لا، ما دي طبعا ده المطلوب وده الاصعب. بيحتاج اللي عايز يعمل كده بيحتاج كونسرفاتوار زي ما حضرتك ذكرت، ودراسه للموسيقى العالميه والاكاديميه في العالم كله، وشخصيتك انت بقى تحطها بعد ما تدرس الحاجات دي كلها وتدرس الهارموني والكاونتر بوينت والاعمال الكلاسيكيه اللي حصلت في العالم كله، وتلاقي لنفسك شكل. دي يعني دي حاجه هو ده المطلوب، وعشان كده الكونسرفتوار لما اسس لهذا الغرض ان احنا نبقى مع العالم في اللي بيحصل التطور الموسيقي او العلوم الموسيقيه، وفي نفس الوقت نحط هويتنا احنا المصريه او العربيه. صح.
صحيح. وده الاتجاه اللي عمله ابو بكر خيرت، وده الاتجاه اللي انا مشيت بعديه على نفس المنوال. تخاف على الموسيقى المصري من ايه؟ أفندم؟ حضرتك تخاف على الموسيقى المصرية من ايه؟ انها ما تبقاش موجودة. هل ممكن ما تبقاش موجودة فعلا؟ ما هو بالطريقة دي لو ما فيش ناس بتشتغل بالتوازي مع اللي بيحصل في الأشكال الموسيقية الجديدة اللي بتحصل، المهرجانات والراب والحاجات دي، ما فيش حد تاني بيحاول يعمل حاجات أكاديمية ومظبوطة، هتروح طبعا. لازم حد يشتغل بالتوازي مع اللي بيحصل يعني، وده موجود في العالم كله يعني، موسيقى الراب والروك والحاجات دي كلها يعني موجودة، إنما في الكلاسيك وفي الأوبرا وفي الفحص وفي الحاجات المظبوطة وفي الأغاني الأولديز المظبوطة عايشة لحد دلوقتي لسه. صحيح. من الناس اللي كل ده موجود، واللي بيحصل جديد يعني يعاش معاش، إنما أنا الخوف زي ما تسألني حضرتك إنه ما يبقاش فيه غير كده بقى. ما يبقاش فيه غير كده. أنا وده عمر ما يحصل، لأن إحنا عندنا خزين من الفن والتراث الموسيقي العظماء بتوعنا عايش إلى أبد الأبدين يعني. مين من المؤلفين الموسيقيين الجداد في الأجيال الجديدة اللي بيلفت نظر حضرتك؟ مؤلف موسيقي هشام نزيه. هشام نزيه. يجتمع الرأي دايما على هشام نزيه، كل ما أسأل حد يقول لي هشام نزيه. طبعا. ليه؟ طبعا فيري تالنتد يعني، راجل موهوب جدا ودارس كويس قوي وعنده موهبه. صحيح. لازم يطلع في الاخر عمل صح. طب انا عايز استسمح حضرتك في انه وقتك يسمح في انه تنورنا وتشرفنا في الاستوديو، ينفع؟ والله ان شاء الله ينفع، بس يعني نشوف الموضوع ده ازاي يتم. ماشي. واشوف الحاجات اللي وراها يعني كده، هننسق نتفق على وقت ان شاء الله. خلاص باذن الله، ده شيء يشرفنا ويسعدنا شرف. ويسعد الملايين مما لا شك فيه. ما تحرمش منك. ربنا يخلي حضرتك. الف 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 شكر لحضرتك، وتهانينا مره ثانيه على حفله العالمين، وتهاني مبكره بس اكيد هتبقى متوقعه في حفله القلعه ان شاء الله. متشكر جدا جدا لحضرتك. ألف شكر لحضرتك، كل الشكر لموسيقارنا الكبير عمر خيرت.